قررت وزارة التربية والتعليم أنه يتم البدء في تقديم الأوراق الخاصة بالأطفال لدخولهم مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة من 1 يونيو ل 30 يونيو 2019، وعلى أن تكون أي إجراءات بيتم العمل بيها وقبول الالتحاق عموما في المدارس قبل التاريخ ده لاغية، ما يتمش الاعتداد بيها، ما يتمش العمل بيها أو الاعتراف بيها من الإدارة التعليمية. والوزارة قالت في تعليماتها لمديريات التعليم أنه ما يتمش تحصيل أي فلوس من المدارس مقابل استمارات التقدم. يعني لما أروح أقدم لبنتي أو ابني مفروض أنه ما ياخدوش مني فلوس في رياض الأطفال في المدارس الخاصة. القرار كمان ألزم المدارس الخاصة بالإعلان عن قيمة المصروفات في مكان واضح، وعدم تقاضي أي مبالغ مالية خلاف المصروفات اللي متفق عليها اللي تم حسابها من قبل التوجيه المالي، من قبل التعليم الخاص بالإدارة اللي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم، اللي وزارة التربية والتعليم على دراية بيها، وإعطاء مقدم الطلب والالتحاق برياض الأطفال بعد طبعا ما يتم استلام الوصولات بكل ما تم دفعه بالتواريخ المفروضة، وده طبعا لضمان حق الأسرة. الوزارة قررت أنه الإدارة التعليمية تقوم بتشكيل لجان الإشراف على قبول الطلبات في المدارس الخاصة. دي قرارات تحترم، قرارات وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة جدا أن احنا نلقي عليها الضوء، أن احنا نقول للناس لازم تكونوا على وعي تام وانتوا بتقدموا في رياض الأطفال بالمعلومات دي، لأنه ممكن الأب أو الأم يروحوا يقدموا يلاقوا عكس الكلام ده. للأسف ده بيحصل على أرض الواقع. للأسف في مدارس فتحت أبواب القبول أو التقديم من شهر نوفمبر اللي فات وقفلت، هي حتى مش مستنية أنها تستمر للشهر اللي الوزارة أعلنت عنه. هي خلصت شغلها وطبعا خدت فلوس على الأوراق وعلى الإجراءات كلها يعني اللي بتتم لدخول الأطفال. يعني غالبا على مارس او ابريل بيبقى باب القبول اتقفل، غالبا المدارس بتخلص شغلها وامورها، مجموعه علشان ما نعممش، مجموعه من المدارس علشان ممكن يعني مدارس دلوقتي تقول احنا ما نعملش كده، طيب مجموعه كبيره، قطاع كبير من المدارس الخاصه والدوليه فتحت باب التقدم، استلمت الاوراق، قابلت التلاميذ طبعا في مقابلات بتبقى يعني قوية جدا كأنهم يعني بيقدموا علشان يشتغلوا في المدرسة مش علشان يتعلموا. أكيد في أولياء أمور عارفين كويس أنا بقول إيه، وإحنا يمكن ألقينا الضوء على ده في حوار في هنا العاصمة وأفرضنا ليه مساحة، ووعدنا إن إحنا نعمل المساحة دي تاني لما تلقينا اتصالات هاتفية كثيرة بتتحدث عن تفاصيل هذه المقابلات مع رياض الأطفال وما بعد رياض الأطفال. في مدارس كتيرة خلصت واستلمت أوراقها وإدت يعني الوصولات، ده إذا إدت الوصولات، لأنه ممكن دلوقتي علشان تبعد عن المواجهة مع وزارة التربية والتعليم اللي هي قررت وأعلنت قراراتها على الملأ بأنه في موعد محدد لمقابلة الأطفال في رياض الأطفال وأنه في إجراءات معينة لازم كل مدرسة تلتزم بيها، المدرسة ممكن تخلص كل حاجة وما تديش وصولات لا للأب ولا للأم علشان تهرب من المواجهة دي، علشان تبعد تماما عن أي مساءلة. واللي بنقوله ده مش خاص بهذا العام الدراسي، بعد ما قلنا دلوقتي قرارات محترمة جدا من قبل وزارة التربية والتعليم لإحكام الأمر ولضبط المشهد الخاص بعملية التقديم في المدارس، لا ده من فترة طويلة. يعني حتى لما عملنا الحوار كان عندنا اتصالات هاتفية بتتكلم عن ده من سنوات مش السنة دي بس. القرارات اللي صدرت من وزارة التربية والتعليم تنفيذها هو الأهم، ترجمتها على أرض الواقع داخل المدارس والإدارات والهيئات هو الأهم، عملية المراقبة هي الأهم، لأنه ممكن كل أب وأم يبقوا خايفين انه الفرصه تروح عن الطفل او الطفله، وبالتالي يضطروا يروحوا ويضطروا يبعتوا الورق ويضطروا يسالوا ويستنوا الايميلات، ولو الايميل وصل والاب او الام ما خدوش بالهم
ممكن الفرصة تروح خالص بالرغم انهم خلصوا كل الاجراءات، الايميل الخاص بيه، المقابلة او المقابلة الشخصية للطفل يعني، او بلقاء مع الاب او الام ايا كان، لو الايميل وصل وما تشافش خلاص راحت عليك الفرصة انتهت. فطبعا القرارات المحترمة جدا من قبل وزارة التربية والتعليم تنفيذها وتطبيقها بقى، عملية الضبط الوزارة بتسعى ليها وبتهدف ليها من خلال القرارات دي والتعليمات المشددة الواضحة والحاسمة، هي دلوقتي الخطوة المنتظرة والمرتقبة. وهنا طبعا هيبقى في أسئلة كتير جدا. طيب دلوقتي اللي وقع في الفترة اللي خلاص المدارس استقبلت فيها الورق وأخد وصولاته وخلص وقدم للطفل، فجت الوزارة تضبط الموضوع وتشوف إزاي المدرسة دي عملت كده وتوقع عليها العقوبة بقى أيا كانت، هنعرفها بعدين مصيره إيه ومصير الطفل ده إيه، دي برضو أكيد لازم تؤخذ في الاعتبار. ما هو برضو الأسرة مش ذنبها إن المدرسة دي ما احترمتش هذه القواعد، أو إنه الأسرة دي ما عرفتش أساساً إنه في تعليمات صارمة صدرت من وزارة التربية والتعليم إن ما حدش يفتح باب القبول من شهر نوفمبر اللي فات، من السنة اللي فاتت، والخلاص يعني في ناس خلصت الموضوع، خلص تلقت الأوراق القبول وخلاص وأجرت المقابلات مع الطفل والأسرة وخلاص. طيب ما دول برضو ليهم مصير لازم نعرفه، هل السنة ضاعت على الطفل؟ هل هياخد فلوسه أساساً اللي دفعها ولا لأ؟ خاصة إذا لم يأخذ أي أوراق بتدل على إنه دفع مصروفات. يعني أكيد الموضوع ده محتاج نظرة أوقع بقى، أرض الواقع اللي بيجرى بقى في الساحة الإعلامية. للأسف في ناس كتير بتتجاوز.